سلام، معكم مومو. نحركو ونتحركو. لعبتو معنا في الراديو قسمه قسماش. كاين اللي عزل قسماش قسماش، هادو مربحو والو. 2000 درهم اللي كانوا غادي يربحو ولات 10000 درهم، ودرناها في الصندوقه اللي جمعنا 200000 درهم وزياده. وهاد الفلوس هادو درنا بهم بزاف حوايج. داكشي علاش حنا اليوم في لو كلوب انفا داتليتيزم لو سونتر سبورتيف بورغون، على قبل لو بروجي كو دي بونور كو دي بونور. بداو من 2009. الاهداف هي محاربه الهضم الدراسي والتعاطي المخدرات بالادماج في الرياضه، وكيقلبوا على الابطال ديال غدا. ومن هنايا كاينين ثلاثه ديال اللعابه اللي كيلعبوا مع الفريق الوطني لاتليتيزم بخير. وباش يكونوا الابطال ويترينيو مزيان لاتليتيزم خاصو الماتريال. اليوم مع لا دي جي اس جبنا 40 كيت رونينغ، فيهم سبرديلات تقاشر كوب فون كولون، عاوتاني سبرديله سورفيتمون شورتات تيشيرتات دي باردورات. شي دعوه الخير. كوتش حسن كوتش عبد الرحيم غادي يهضروا لنا على شنو واقع هنا. ومازال نحركوا ونتحركوا في لو سيت ديال لا دي جي اس. احنا على فيما يتعلق بنادي انفا الالعاب القوى من 2009، مي قبل من 2009 كانوا الاخوان كيمارسوا الرياضه، والحب ديالهم لهاد الرياضه هذه ارتأوا انهم يقدموا يد المساعده للناشئ او الاطفال تاع هاد المنطقه هذه خاصه، والاطفال تاع المغرب كامل عامه. فالممارسه الرياضيه خلاتهم انهم يستقطبوا بعض الاطفال، وهاد الاطفال هادو بالممارسه حاولوا انهم يبعدوهم على التعاطي المخدرات، الهدر المدرسي والادماج عن طريق الممارسه الرياضيه اللي هما كيتمكنوا منها، الا وهي رياضه العاب القوى. لو كلوب اي لون تران دو شيرشي لوازو غار كي بو اتر ان غران شامبيون، اي ميم اوسي اون لي في لانسيرسيون ديال الوليدات بور كومباتر لابوندون سكولير لابوندون فاميليال هادشي ديال لا ديلانكونس. دونك عندنا ديما تيجيو لنا دي كا بحال هكا، فين ما تيكون شي وليد صعيب عنده دي بروبليم او نيفو ديال العائله ولا شي حاجه، اون لو كوتش اي جينيرالمون الوليد تيتبدل تيولي واحد اخر من بعد لا كونفيفيليتي افيك لي زامي لي زونترينمون المبادئ ديال الرياضه جينيرالمون تيتحول الانسان، متبقاش تعرفو تيولي واحد اخر. الاشكال كيبقى في الماده، لان هاد الناس هادو كلهم متطوعين، كيبقاو الامكانيات الماديه هي اللي كتنقص، وكيحاولوا انهم يحاربوها، لان كل واحد كيعطي من جهده وكيعطي من ماله الخاص بعض المرات. وحنا كنشكروا هاد الناس هادو اللي قدموا لنا يد المساعده، لان عارفين ان الهدف ديالنا هو هدف نبيل